ايه دول يا حبيبتي؟ لا مش جاي لي نوم، قلت بسي عليكي كده. يا ترى نام واروح الشغل عادي ولا اقول عندي تسلخات وما اروحش؟ ايه يا حبيبي وحشتني. لما نشوف بقى بتخني مع مين على الفيسبوك. ميار ميرو عامله له لايك، دقنك حلوه موت، وهو ردد اي لاف يو بيبي. بيبي يا ابن المبقعه، ده انت ما قلتهاليش. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ لا انا نايم. يا فاتن يا عزه، كاك حش وسطكم، انتوا فين؟ يا مريم تعبت، ناوليني القطر ده. هي انا جعان كده ليه؟ وانا اقول مش عارف اركز في احلامي. على فكره ما اعرفش انام غير على صوتك يا ابن الكلب. ميار ميرو عامله له لايك. الو. لا صوت ايه؟ صوت ايه؟ انت سامع صوت؟ ظهر الشارع بيلعبوا كوره تحت. ما في واحد اسمه رونالدو تحت، اسمه رونالدو محمد عبد الحفيظ. اه شفت الصوره بتاعت البنت سحر هي وعماد المعفنه من ساعه ما ارتبطت بيه وهي عامله نفسها انها ايه؟ خدي الباب في ايدك بقى، وبايه ايدي النور عند اخواتك. اكلتيهم؟ طيب يلا قطع المرض وسنينه. ده انا جبت لك سندوتش طعميه اول امبارح، ما هنش عليك تقول لي ميرسي، وطعميه بتنجان من اللي انت عايزها. لا يا حبيبتي طبعا اقول لك بحبك، بس دلوقتي الساعه 2:30. اه يا رب انت الشافي. يا اختي على وجع العين وتعبه، كان ماله بس الحكيم التاني ما كان كاتب لي على قطرة احسن. لو قلبت القدر على فمها هتطلع البت لامها، طب اقلب ايه وتطلع لابوها؟ لا وبتحور عليه وبتقول له انا بابي عميد، بابي عميد، وهم لسه قافشينها في كمين المرج من يومين. المعفنه بنت بتاعت الفجر. نعمل واحد برميلي وواحد بطارخ، واحد مفروض يحط طرش جنبه هنا. الاهتمام ما بيتعبش، اقسم بالله. انت عارفه ان انت اجمل انسانه بحب ابص لها؟ لا لا ده انت حبيبتي اهو يا زباله. لا مش انت، ده رموا الزباله من فوق. اه يا بنتي يا فاتن اسقيني ميه. لا لا انت وحشاني اكتر يا بنتي. اصلا عماد ده ليه واحد صاحبه احمد اللي هو الطيار الطويل ده، كان معجب بيا وانا ساعتها كنت مسافره الساحل، معرفش يقول لي. عماد نفسه كان معجب بيا وحب يقول لي وانا ساعتها كنت مسافره شرم، سافرت الفيوم هي اللي قضيته بنت الجزمه. الواحد يصحى يجوع، ينام يجوع اكتر. عم الجوده وصل بره؟ طيب قولوا لي تنو قاعد بقى. انا كنت بحلم ان احنا كسبنا البطوله. اه حلم كده، كان حلم اهو، فاضل له 10 ثواني اهو. يعني ما تقلقيش انا مركز معاكي. شفتي ادينا خسرنا الحلم، شفتي؟ عشان تبقى فاهم، البنت ما حدش يقدر يضحك على مخها، البنت بتشم الخيانه كده، بتشمها كده اهو، اسرع من مكرونه البشاميل، اقسم بالله. يا عزت يا فاتن يا ولاد الكلب، عيال براويه زي ابوهم. اه قطع المرض وسنينه. اركب الحنطور واتحنطر ولا ما اتحنطرش؟ تلك هي المساله. البرد بقى دي تتريق عليا انا المعفنه ام شنب دي؟ دي بتلبس بلوزه بقبلتات يا ماما. طب وانا ايه كده، هاكل مش هبلع ولا ايه؟ بسم الله. يا فاتن يا عزت اطفي النور بقى، اطفي النور. طب اقفلي بقى عشان اكمل الحلم بدل الضايع دلوقتي. اقفلي بقى يا ستي، حرام عليك. اوف يخرب بيت عقلك. كريستيانو يا ريتني كنت مكانه اقل عليك. فاكره اول مره اتقابلنا لما كان كاوتش عربيتك مخروم وانا كنت معدي من قدامك بالميكروباص؟ لا انا ما وقفتش ساعتها، احنا اتقابلنا صدفه على الفيسبوك بعدها بسنه ونص اصلا. يا فاتن يا عزه حطي ايدي النور والنبي. بقول لك اقفلي عشان هي معايا على الود دلوقتي، انا ههزقها دلوقتي. ايه يا حبيبي وحشتيني يا قمر، بصراحة انتي وعماد لايقين على بعض قمرات يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اشوفك بقى. اوكي حاضر، عملتلك لايك عليها على فكرة. يخرب عقلك سكر. اه طيب يا حبيبي تصبحي على خير. اوكي على امك واللي جابتها. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله، صلي على رسول الله. ومن شهرين عملت لتوتي موني لايك على البوست اللي كانت كاتبه فيه ابحث عن رجل يحتويني. ابقى احتويها بقى يا عين امك. اقول لك على حاجه، مش طايقاك والنبي مش طايقاك. يا فاتن يا عزت خدي يا مريومة والنبي، اقفل النور اللي اختك اديته ده، وقولي لعم الجوده تستنوا مكانه. طيب ماشي، اكلتي العيال يا ولاد الكلب؟